زال الحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيز. إذا بداية، مؤشر الدولار تحديدا يرتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا، ما هي الدواعم والمعطيات التي أثرت على أداء الدولار بداية؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا ارتفاعات ملموسة في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكن كان هنالك بعض التباين في أداء الدولار مقابل العملات. فلو نظرنا إلى اليورو، كان الأكثر تأثراً هو والين الياباني بارتفاعات الدولار، مما تسبب بارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ شهر تموز العام الماضي 2020. التضخم في الولايات المتحدة هو الشغل الشاغل حالياً في الأسواق المالية العالمية، فارتفاع التضخم يعتقد المتداولون أن يكون سبب في دفع الفيدرال الأمريكي لرفع الفائدة قبل النصف الثاني من العام المقبل 2022. كذلك صدرت يوم أمس بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة أفادت بنمو فاق التوقعات في مبيعات التجزئة، وبلغ النمو خلال الشهر الماضي حوالي 1.7%، وهذا أعلى من توقعات الأسواق. وكما نعلم، ارتفاع مبيعات التجزئة يدل على أن المستهلكين يقومون بالشراء، وكلما زاد الإنفاق الاستهلاكي هنالك ترجيح بمزيد من الارتفاعات في التضخم الذي في الأصل وصل لمستوى 6.2%، وهذا أعلى مستوى للتضخم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عام. وبالتالي ارتفاع مبيعات التجزئة، ارتفاع معدلات التضخم كانت الدوافع الرئيسية وراء الارتفاع في الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع التضخم قد يعني بأن الفيدرال الأمريكي سيستعجل أكثر من التوقعات السابقة برفع الفائدة، بل أيضا قد أيضا يقلص برامج شراء الأصول بوتيرة أسرع من المعلنة سابقا، وبالتالي قد يبقى الدولار الأمريكي في قوة بسبب ذلك. يعني أستاذ سركيس، يعني الذي فهمته منك، هل اكتملت الصورة نوعا ما للفيدرالي الأمريكي حول السياسة المقبلة أو يعني تعديل التوقيت فيما يتعلق بتعديل سعر الفائدة في ظل هذه البيانات النوعا ما إيجابية جاءت، بالرغم من الحديث بأن معدلات التضخم المرتفعة هي مؤقتة وليس سوء إدارة كما ورد من الولايات المتحدة؟ بالفعل كما تفضلت، ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يجبر الفيدرالي على رفع الفائدة، لكن ليس هنالك شيء رسمي صدر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشير بالتأكيد بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة قبل النصف الثاني، لكن هنالك توقعات الأسواق التي من الممكن قياسها بواسطة تحركات عوائد السندات، تحركات عوائد أو السندات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. هذا التحرك في السندات من الممكن أن نشتق منه توقعات جديدة في الأسواق عن اتجاهات الفيدرالي الأمريكي. نحن نعلم بأن هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون التضخم عند 2% كمتوسط، لكن عندما نرى التضخم عند 6.2% هنا تبرز التساؤلات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي. لذلك رسميا لا يوجد إشارة حقيقية عن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة قبل النصف الثاني من العام المقبل، لكن كما أشرت لحضراتكم، بالفعل الأسواق المالية بدأت باحتساب احتمالية رفع الفائدة. الفيدرالي الأمريكي أعلن رسميا به برامج شراء الأصول بمقدار 15 مليار دولار، لكن بالنسبة لأسعار الفائدة فالأسواق المالية المحللون يتوقعون رفعها قبل النصف الثاني من العام القادم. نعم أستاذ سركيس، ماذا عن العملات الآسيوية؟ لاحظنا تقلبات واسعة منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع تحديدا، والعديد من البيانات وأيضا المعطيات التي تؤثر إن كان على اليوان أو على الين، كيف ترون أداءها يعني خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ فعليا نلاحظ استقرار الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في مستويات منخفضة نوعا ما، يعني عم يتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 114، وهذا يعني أن لكل دولار 114 ين ياباني، وهذا مستوى يعتبر منخفض. الانخفاض في الين الياباني سببه مرتبط في توقعات تحفيزات حكومية هائلة من اليابان تقاس بعشرات التريليونات من الين الياباني، إلى جانب بنك اليابان المركزي. فاليابان تعاني حاليا من انكماش حصل خلال الربع الثالث الماضي يرافق
تضخم منخفض جدا، وهذه الحالة الاقتصادية التي يترافق فيها انكماش الاقتصاد مع انخفاض التضخم قد تجبر البنك المركزي الياباني على الاستمرار في ضخ السيولة، مما قد يبقي على ضعف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي وأمام العديد من العملات الأخرى. أما بالنسبة لليوان الصيني فبالفعل هنالك بعض البيانات الاقتصادية التي صدرت ودعمت استقراره قرب مستويات مرتفعة نسبيا أمام الدولار، لكن أيضا يتحرك الآن ضمن نطاقات جانبية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.